خلي عينك على طول على السلطانة خديجة، حالتها مو عاجبتني بنوب. سلطانة انت ما تاكليها، بعتت لها جارية مخصوص لخدمتها، ما إلها وظيفة غير حماية السلطانة. سلطانة؟ خير يا مرجان آغا. اليوم صارت حادثة بشعة بالحمام، في جارية محاولة تقتلها للسلطانة هيام. شو عم تقول يا آغا؟ والسلطانة تأذت؟ منشكر الله يا خانم إنه ما صار لشي، لأنه في وحدة من الجواري قدرت تنقذ السلطانة بآخر لحظة. طيب رايحة أشوفها وأطمن عليها. مرجان آغا، أنت تدخلت لتنقذها؟ أنا ما تدخلت يا سلطانة، في جارية اسمها فخرية هي اللي أنقذتها للسلطانة. أخ منك يا خديجة، بس شو بدي أحكي؟ لا تشغلي بالك يا سلطانة، نهد دوران كتير بتوثق فيها، أكيد هلأ بتكون عملت اللازم. الموضوع مو مفروض ياخد هيك وقت، لا تكون ما قدرت تقتلها. شو رأيك نروح على القصر؟ مستحيل يا سلطانة، لأنه هيك رح يشكوا فينا، أكيد بتكون قايمة الدنيا بالقصر. إن شاء الله تكون قتلتها وخلصتنا منها. هاي الجارية صار لها زمان بخدمتي، ولحد اليوم ما شفت منها أي خطأ بنوب. يمكن في حدا مشتريها يا سليمان، لعبانين بعقلها. خلاص رجعي على جناحك ويام، هالموضوع أنا رح أهتم فيه شخصيا. وعدني يا سليمان إنه اللي عمل هالعملة واللي بعت هاي الجارية لحتى تجي وتقتلني، وعدني ينمسك ولو مين ما كان يكون، وإنه ينال عقاب. هالحكي ماله لزوم، أكيد رح ينال أشد العقوبة. أدخل. مولاي عفيفة خانم اجت. دخلها. وين كنت يا خانم؟ مولاي السلطان سامحني، بس أنا رحت على قصر السلطانة خديجة وشاركت بأربعين الباشا. هويام صار لك شي؟ لا تقلقي سلطانة، أنا كتير منيحة الحمد لله على سلامتها يا مولاي. قدرتوا تعرفوا مين ورا هالعملة؟ لهلأ لسه ما عرفنا، بس اللي سوى هذا الشي رح ينال عقابه بأسرع وقت. بعد إذنك مولاي، رح حقق بالحاسب نفسي. كان المفروض تكوني حذرة، أنا ما نبهتك من قبل. ليش التقصير؟ شو وصيتك لما أجيتي لهون؟ ما وصيتك بحماية عيلتي؟ مولاي معك حق بكل اللي حكيته، وأنا فوراً رح أبدأ بالتحقيق مولاي، وبإذن رب العالمين اللي حاولوا يعتدوا على السلطانة رح يكون عقابهم شديد. فيك تروحي. فخري يا خانم، الله يرضى عليك ويقويكي، والله إنك بطلة وعن جد بتستاهلي كل خير، وإنتي أنقذتينا من بلوى كبيرة وحميتي لنا سلطانتنا الغالية هيام. هلأ اطلبي وتمني يلي بتشتهيه. أنا ما بدي أي شيء، أنا ما سويت غير واجبي. ما شاء الله، سمعتوا هاي الخانم شو حكت؟ قديش نفسيتها متواضعة، لو في مثل اتنين تلاتة هون كان الحرم لك ما شاف ولا مشكلة. زنبل آغا. عفيفة خانم، اشرح لي اللي صار، كيف صارت الحادثة، مين من الجواري محاولة تقتل السلطانة هيام؟ فخري يا خانم رح تحكي لك كل شي، هي اللي بتعرف شو اللي صار بالضبط، لأنه هي الوحيدة اللي كانت موجودة وقت الحادثة. زنبل آغا، روح واهتم بالسلطانة هيام، وانتو يلا روحوا على شغلكن. انتي تعي معي يا خانم.
تعالي لأشوف. قربي. قلتيلي إنك إجيتي على الحرملك من القصر القديم وهيك؟ ولفت خانم هي اللي جابتك؟ مظبوط عفيفة خانم. طالما وصيت فيك شخصيا ومدحتك بتكوني عملتي شي منيح لحتى نلتي إعجابها هالقد. من سنين طويلة بختم بالقصر القديم يا خانم، وألفت خانم كانت تمر على القصر، كانت تشوفني وهي بتحبني كتير، وطبعا مشان الشغل بهذا القصر أنا يلي طلبت منها هذا الشي، وألفت خانم كانت كتير كريمة معي. فهميني شو بدك يا خانم، شو سبب جيتك لهون؟ والله ما في سبب يا عفيفة خانم، كل يلي بيخدموا بالقصر القديم بيتمنوا يخدموا بهذا القصر. وهلأ أحكي لك كل شي وبالتفصيل الممل. سلطانة، إجت السلطانة شهرزاد. اطلعوا لبرا الكل، يطلع. حابة أبقى مع أختي لحالي شوي. شو صار؟ ليش رجعتي لهون؟ ما سمعتوا شو حكيت؟ خليكي هون ألفت، بدي إياكي. شو في يا سلطانة شهرزاد؟ إن شاء الله يكون في عندك شرح لقلة أدبك هي. أنت بتعرفي كتير منيح شو في يا سلطانة خديجة. عن شو عم تحكي؟ أنا مو فهماني. بقصد عن محاولتك اليوم لحتى تقتلي هيام وتتخلصي منها. قتلوها؟ لا، مثل كل مرة ما بيطلع بإيدكم شي. هيام عايشة ومنيحة، بس هديك الخانم المجنونة اللي حاولت تقتلها هي اللي انقتلت. انتي بشو عم تتهمينا يا سلطانة؟ نحن ما لنا علاقة بالموضوع. خديجة معذورة من ألمها، مو عارفانة شو يلي عم بتساويه. بس انتي، انتي شو صاير لك ألفت؟ بدل ما تمنعي مثل هيك جريمة بتروحي بتشتركي بهذا الموضوع؟ ألفت ما عندها علم بأي شيء يا شهرزاد. أنا اللي عطيت الأمر، إذا بدك روحي وحكي له لأخي، أنا ما بقى يهمني. سليمان كتير معصب يا خديجة، وقت يعرف إنك أنت ورا هالشي بتعرفي شو رح يساوي؟ ممكن ياخد قرارات كتير خطيرة. ليش لسه؟ شو فيه يعمل لي كمان؟ لك هو أخذ لي روحي أصلاً. سليمان قتلني بإيده من لما أخذ روح الباشا. أي قرار لسه بده يكون أخطر من هالشي؟ لك أنا قلتلك تستني شوي، قلتلك لا تساوي أي شي بدون علمي، وطبعاً ما رديتي علي. هو يا أم رجعت ربحت، وأنت بس يلي حتكوني خسرانة. إذا مو اليوم بكرة، وإذا مو بهالدنيا بالآخرة، بس رح يجي يوم تدفع ثمن هالشي. إذا بتضلوا عم تتصرفوا بهي الطريقة، هذا اليوم ما رح يجي بنوم، بالعكس رح تقوى أكتر. هلأ صار اللي صار، خلونا نفكر لبعدين. فخرية قتلتها للجارية وخلصتكن منها، يعني ما بقى فيها تحكي عنكن. فخرية قتلتها؟ عم بيقولوا فخرية هي اللي أنقذت حياة هيام. من وين إجت ما بعرف. لك أنت شو عم تقولي؟ دور فخرية كان إنه هي تقتل هالحية. شو كمان؟ والله هذا كل شي يا خانم، وما في شي تاني، وحكيت لك كل شي صار. ليكي أنا ما بعرفك يا خانم، وانتي هون جديدة، وما بعرف الصدفة اللي خلت الحادث يصير بجيتك لهون. ليش تحققي معي؟ أنا مو فهماني شو سويت، عملت شي غلط؟ يعني مو من واجبي إنه أحمي السلطانة؟ لأنك انتي الشاهد الوحيد على هالحادثة، يعني شي طبيعي اني حقق معك. تحقيقات بدها تستمر يا خانم.
إذا في شي مفروض أعرفه ونسيتي إنك تقوليه بتجي وبتحكي. عم تفهمي؟ كيف صار هالشي يا ألفت؟ خلينا نروح ونحكي مع هالجارية لنفهم شو صار. ما بيصير يا خديجة، انت خليكي بالقصر، انا بشوفها وبساوي اللازم. مستحيل ضل قاعدة هون وما ساوي شي، كل نفس بتاخده هيام بيجرح لي قلبي. بكفي بقى يا خديجة، لازم انت تكوني صبورة. يعني لو كانت الشغلة بهاي السهولة كان هلا ابراهيم جنبك هون. خديجة بترجاكي تسامحيني، أنا والله مو قصدي زعلك، بس القصة كتير واضحة. هو يا ممسبت جزورة منيح بالحرم لك يا خديجة، وكل يلي بيفكر إنه يقرب منها بتحرقه، ولهيك كان المفروض اقتلها واقضي عليها من زمان واقلعها من جزورة. أنت ما عم تستوعبي؟ ما في حدا هون بيقدر يقلع على جزورة غير مولاي السلطان. مثل ما هيام عبت براس السلطان وسحبته لابراهيم باشا شوي شوي على الموت، نحنا كمان لازم انه نسحبها على الموت شوي شوي. وهالشي كيف فينا ننفسه؟ نحنا ما لازم نتسرع بأي خطوة. بعتقد هيام رح تثق هلأ بفخرية، وبهالحالة رح تكون مقربة منا أكتر. يعني قد ما تقربت من هيام بيكون أحسن لإلا. طبعاً إذا ما هي خانتنا. هالشي مستحيل يا سلطانة، هالجارية مستعدة تفديها بروحها للسلطانة نهدوران. بجوز ساوت هيك لأنه اضطرت. ممكن، بس خلوا نهدوران بعيدة عن القصة، ما بدي تتدخل أبداً، لأنه تدخلها رح يحط الأمير مصطفى تحت الشبهات. وشو رح نساوي يا شهرزاد؟ شو هي خطتك؟ رح ننصب الفخ شوي شوي يا خديجة، وكمان رح نقصقص لجناحاتها على مهلنا. رح نصبر وننتظر كتير لحتى توقع، ورح نخلي مولانا السلطان يسلمها بنفسه لهالحقيرة، للجلادين يلي ما عندهم رحمة أبداً. شو عفيفة خانم؟ مين يلي بده يقتلني؟ مين ورا القصة؟ قدرتي تعرفي؟ سألت الكل عن فخرية اللي فاتت لعندك على الحمام. هي خدمت بالقصر القديم سنة وأربعة أشهر، وكل الجواري مدحوها وحكوا عنها كلام حلو، وما عندها ولا خطأ واحد. ممكن يكونوا اختاروها لهالسبب؟ ممكن يا سلطانة، وغير هيك نحن عم نحقق مع كل الموجودين بالحرم لك، بس للأسف لسه ما توصلنا لأي شيء. طيب حققتوا شي يا خانم مع مرجان آغا؟ لأنه قالوا لي إنه جاي لهون وأنا بالحمام، وكمان سائل عني جاريتي اللي هون. شو يلي خطر بباله ليجي ويسأل عني وخصوصا بهالتوقيت؟ جاريتك خبرتني هالشي وعرفت شو سبب جيته. السلطانة شهرزاد باعدته لهون مشان يعزم حضرتك على 40 الباشا. أصلا الكل بيعرف إنه أنا مستحيل روح لهنيك، ليش لحتى السلطانة تبعت لي خبر؟ كانت السلطانة شهرزاد ناوي إنه تجمع حضرتك مع السلطانة خديجة مشان تنهي العداوة اللي صار لها مدة قايمة بيناتكم. وانتي صدقتي هالشي مو هيك؟ عفيفة خانم، نحن الاثنين منعرف مين ورا هالحادثة البشعة اللي صارت معي اليوم، فليش لحتى نلف وندور على بعض؟ في شي كتير واضح. السلطانة أنا لا تشغلي بالك، أنا ما رح رد على تصرفاتهم أبدا، بس بدعي لالله يصطفل فيهم. أنا بدي منك شغلة ضروري، إنه تفتحي عيونك على طول. أنا مأمنتك على حياتي وروحي، ومن واجبك إنك تحميني. عكلن يا ريت تبعتي لي الجارية فخرية لعندي. يلا، بالنتيجة أنا مديونة لإلها بروحي، حابة إنه أتشكرها شخصيا على اللي ساوته. سلطانة، كنت حابة أحكي مع حضرتك بخصوص فخرية. خير إن شاء الله. انجبرت يا سلطانة، لو انقبض علي كانوا رح يتهموكم بالقصة لأنه أنتوا دخلتوني على القصر. هذا اللي توقعته،
بس المهم في حدا حس عليكي؟ المهم ما يكون حدا شك فيكي. عفيفة خانم اجت لعندي وحققت معي، واضح انها شاكة فيني. طيب وهيام؟ لا، السلطانة مو شاكة فيني، لأنه وقت كنت جوا كانت رح تموت من الخوف وما انتبهت لشي تاني أبدا. واضح يا خانم أنك وحدة قوية كتير وذكية بنفس الوقت. شوفي، من هون ورايح بتاخدي أوامرك مني وبس. سلطانة، الجارية فخرية جديدة بالحرم لك، وما بنصح حضرتك إنه تعينيها عندك هون. وغير هيك. شو غير هيك؟ قولي. سلطانة، أنا ما بحب إني أظلم حدا أبداً، بس ما في حدا غيرها شاف وعرف بالحادثة هون. عفيفة خانم، أنا شفتها بعيوني، لو كان هدفها تقتلني كانت قتلتني بسهولة، ما كان في أي شيء ممكن يمنعها. بعدين المجرم يلي بده يساوي هيك شغلة بيكون مسائل عن حياته أبداً. معك حق يا سلطانة، بس أنا عم أحكي هالشي لحضرتك من باب الاحتياط والأمان. سلطانة هيام، أنا بفضل إنه نبعتها على القصر القديم. حاسة إنك بتعرفي شي عنا. أبداً، بس الاحتياط واجب، يعني مو مضطرين إنه. عفيفة خانم، لا تخافي وروحي ساوي اللي عم قلك يا، خليها تجي بدي أحكي معها. أمرك سلطانة. فخرية خانم، مثل ما سمعت أنت جاية لهون من القصر القديم. مظبوط يا سلطانة، كنت أخدم هونيك، ألفت خانم هي يلي جابتني لهون. طيب أنت من وين؟ وين ولدتي؟ بالمجر يا سلطانة، خلقت وتربيت هونيك. وعيلتك لساتها موجودة هنيك؟ ما بعرفهم يا آغا. كيف ما بتعرفي؟ معقول يعني ما يكون عندك أهل؟ وقت جابوني على الدولة العالية كنت صغيرة، يعني يا دوب اتذكروش أمي، وكان عندي أخت كمان. بس هلأ يا سلطانة ما بعرف وينهم. شوفي يا فخرية خانم، اليوم انقتل من عندي جاريتين وآغا، كانوا كلهم هون عم يخدموني. هدول الجاريتين انتي قتلتين، يعني انتي كان قصدك انك تحميني، صح مو هيك؟ اكيد يا سلطانة. ومثل مو شايفة يا خانم، الخدمة عندي مو سهلة ابدا، بس كوني واثقة انه الوقوف ضدي لسه اصعب بكتير. سنبول آغا. سلطانة. أنا مديونة إلك بروحي، طلبي مني اللي بدك يا. عملت واجبي يا سلطانة، ورح كون فخورة أني أكسب ثقة وتقدير سلطانة قلبها كبير مثل حضرتك. فيك تروحي. شو رأيك يا سنبول؟ فينا نعتمد عليها مو هيك؟ سلطانة، عفيفة خانم اليوم قومت الدنيا وعملت مشكلة كتير كبيرة، واضح انها بدها تضحي بوحدة مشان تنقذ الموقف قدام حضرتك. والله يا سلطانة انا حبيتها كتير لهالخانم، عن جد ما شاء الله عليها، والله انها شاطرة كتير وقوية وقلبها مثل الحديد، ونحن ممكن نستفيد منها بأي وقت. بس طبعاً القرار الأول والأخير بهذا الموضوع إلك يا سلطانة، وأنا رح جيبها حتى تخدم عندي هون. خبر عفيفة خانم بهالشي. تحت أمرك يا سلطانة.